السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام، وبيبدأ فيلمنا النهاردة سنة 1823 مع هيوجولاس وهو بيفتكر مقتل مراته بعد هجوم عليهم، وبيقول لابنه اياك تستسلم مدام فيك نفس، لازم تقاوم. القصة حقيقية لصياد الفرو وساكن الحدود هيوجولاس. وبتمر سنين وهيوجولاس في رحلة صيد مع ابنه هوك في غابات داكوتاس، بيتم الهجوم على مخيم الصيادين من زعيم قبيلة أريكارا في رحلة بحث عن بنته المخطوفة، وبيتم قتلهم بالسهام واحد ورا التاني. وهنا بيرجع جلاس للمخيم وبيطلب من فرقة الصيادين يتجهوا ناحية القارب علشان يقدروا يهربوا من المكان قبل ما يتم قتلهم كلهم، وفعلا قدروا يخرجوا من المنطقة بعد ما اتقتل 32 شخص منهم. ولأن جلاس كان عنده الخبرة في مناطق الغابات، فبيقرر الكابتن انه هيقودهم علشان يرجعهم لبيوتهم بسلام. اما قبيلة أريكارا فخدوا الجلود وايضوها من جنود فرنسيين ببنادق وخيول علشان يتابعوا عملية البحث عن بنت زعيمهم المخطوفة. وعلى بعد مسافة من النهر بيطلب جلاس من فرقة الصيادين انهم ينزلوا من القارب ويسيبوه في المية علشان قبيلة أريكارا هيتبعوهم ويوصلوا هنا قريب، وبيقول لهم هنكمل طريقنا ماشي في اتجاه حصن كايوة الخاص بيه. ولما طلعوا للبر الكابتن طلب منهم يخفوا الفرو في مكان امن ويبقوا يرجعوا بعد فترة وياخدوه علشان يقدروا يكملوا رحلته. وفعلا بدأوا رحلتهم في الظلام، وبعد مسافة الصيادين ناموا علشان يرتاحوا. أما جلاس فكان بيمارس الصيد لكن تمت مهاجمته من دب الأشيب وأصيب بإصابات خطيرة في جسمه قبل ما يطعن الدب وينقذ نفسه من الموت. ولما الصيادين صحيوا لحقوه وبدأوا يخيطوا جروحه، جلاس أصبح عاجز تماما، فكانوا مضطرين يشيلوه على خشبة معاهم في رحلتهم، وده خلى رحلتهم صعبة خاصة إن طريقهم معظمه جبال وتلال. وهنا الكابتن خصص مكافأة بقيمة $100 لكل شخص هيفضل مع جلاس. فيتز وبريدج طلبوا يفضلوا علشان ياخدوا المكافأة. الكابتن وافق وطلب من فيتز انه يفضل مع جلاس ويهتم بيه لحد ما يتم شفاؤه، ولو توفى يدفنوه بشكل لائق ويلحقوه. اما هوك فطلب من الكابتن انه يفضل مع باباه هو كمان، وفعلا الكابتن وفريقه وصلوا رحلتهم، وفيتز وبريدج وهوك فضلوا مع جلاس. وبعد ما خرج بريدج يصطاد حاجة ياكلوها، فيتز بيقول لجلاس انت ليه متمسك بالحياة؟ المفروض دلوقتي كنا عدينا الجبال دي، لكن بسببك احنا هنا وهنموت بسببك، وكتم انفاسه علشان يقتله، لكن بينقذوا ابنه هوك وبيضرب فيتز. ولما هوك حاول يصرخ وينادي على بريدج ينقذه، فيتز كتم صوته وقام بطعنه وقتله قدام جلاس اللي كان بيصرخ من الألم على ابنه وهو بيتقتل قدام عينيه لكنه عاجز تماما. ولما رجع بريدج من الصيد حاول يدفي جلاس من البرد وبيسأل فيتز عن هوك، فيتز قال له ما شفتهوش. وبعد شوية فيتز بيصحي بريدج وبيقول له أنا شفت هنود حمر قريبين مننا، لازم نهرب دلوقتي. بريدج حاول ياخد جلاس معاهم لكن فيتز سحب جلاس لحفرة كان مجهزها ودفنه حي فيها، وبيقول دفن يليق بيه زي ما طلب الكابتن، وسابهم ومشي. بريدج لأنه شاب صغير فكان خايف وساب مزادة المية لجلاس وقال له آسف أنا لازم أنقذ نفسي، وسابه ومشي هو كمان. جلاس دلوقتي في أصعب وضع ممكن يتعرض له أي إنسان، بيحتضر ومدفون حي بعد قتل ابنه من صديقه قدام عينيه. أما بقية الفريق فضلوا الطريق وانقسموا فريقين في طريقين مختلفين لأنهم ما يعرفوش المكان كويس زي جلاس اللي كان بيقودهم في رحلتهم للديار. وبريدج هو في الطريق بيعرف إن فيتز كذب عليه وإنه ما شافش أي هنود وكان بيخوفه علشان يمشوا وينقذوا حياتهم بس. وبيعدي الوقت وبيطلع جلاس من الحفرة وبيزحف يدور على ابنه، فبيلاقيه مقتول ومرمي تحت شجرة، فبياكل من بقايا الحيوانات الميتة وبيزحف للنهر وبيشرب. وبعد كده بيحاول يكوي جروحه علشان تلتئم بسرعة. أما قبيلة أريكارا وفي رحلة بحثهم عن بنت زعيمهم المخطوفة بيلاقوا جثة هوك. جلاس لما شافهم حاول يستخبى منهم تحت صخور على النهر لكنهم شافوه فبدأوا يضربوا عليه نار. جلاس حاول يعوم لكنه مصاب فساب نفسه مع تيار المية، وبيوصل وهو فوق خشبة على ضفاف النهر بمنطقة بعيدة وبينقذ نفسه من قبيلة أريكار. أما فيتز وبريدج في طريقهم بيلاقوا مخيم للهنود الحمر وكان تم قتلهم، فبياخدوا الحصنة بتاعتهم الموجودة علشان يكملوا رحلتهم. وبيخرج جلاس من النهر وبيبدأ يكمل رحلته لكنه بدون أكل ولا شرب ولا سلاح يقدر يصطاد بيه. وفي طريقه بيقابل مجموعة ذئاب بتهاجم قطيع من الجاموس وبينقضوا على واحدة منهم. جلاس فضل في المكان لحد بالليل، بعد ما انتهت الذئاب من الأكل راح ياكل المتبقي منهم لكنه لقى شخص من الهنود الحمر فحاول يفهمه إنه جعان. الهندي سابه فعلا ياكل معاه، والصبح الهندي بيصحيه فشاف جروح كتير في جسمه، ولما سأله جلاس قال له في دب أشيب هاجمني ورجالي سابوني أموت بعد ما قتلوا ابني. الهندي قال له أنا كمان فقدت أهلي ودلوقتي أنا متجه للجنوب أدور على باقي الهنود، يلا علشان تركب معايا. وخدوا فعلا معاه على الحصان. الهندي شاف جسم جلاس بدأ يتعفن فبيقول له جسمك محتاج علاج حالا. فيتز وبريدج وصلوا أخيرا للحصن، وقبل ما يدخلوا فيتز بيأكد على بريدج ما يتكلمش قدام الكابتن ويحكي حاجة علشان يقدروا ياخدوا جايزتهم. فيتز دخل الكابتن وبيقول له إحنا كملنا مهمتنا، وبرغم إن بريدج عارضني علشان نفضل هناك علشان يصنع له صليب ويحطه على
قبره، وده اللي عمله فعلا. لكننا في النهاية أنجزنا مهمته، الكابتن طلع جاب لهم المكافأة وبيديها لهم، لكن بريدج كان حاسس بالذنب ورفض المكافأة، ولما خرج كان بيعيط من ندمه. الهندي كان مركب جلاس على الحصان وماشي هو على رجليه، وفي الطريق بيفقد جلاس وعيه. الهندي صنع له نار تدفيه وبدأ يعالج جروحه بالأعشاب، وكمان صنع له كوخ صغير حواليه، ولما جلاس صحي الصبح ما لقاهوش، فخرج يدور عليه لقى مشنوق ومتعلق عليه يافطة مكتوب عليها إننا متوحشون، وبيشوف من بعيد جنود فرنسية، فبيتسلل وبيسرق سلاح القائد وبينقذ بنت من الهنود الحمر بينهم، وبيسرق منهم حصان بعد ما فك كل الأحصنة، وبيقودهم قدامه علشان ما يقدروش يلحقوه. وفي الحانة كان فيتزي بيحتفل وبيقضي الوقت، وبيسأل الكابتن امتى هنرجع ونسترد الفرو اللي سرقوه مننا الهنود الحمر. الكابتن قال له أنا مستني الإمدادات توصل لنا، ولما يكون معانا جنود بعدد كفاية هنرجع ونستردهم. جلاس رحلته مش سهلة وكلها مخاطر وسط الغابة، فبيصحى على هجوم من الهنود الحمر فبيهرب منه، لكن الحصان بيموت بعد ما نط بيه من فوق تل موجود، فبقت فرصته في النجاة ضعيفة. وتاني يوم بيوصل الحصن قائد الكتيبة الفرنسية، وكان الناجي الوحيد بعد ما مات كل فريقه من الذئاب. وهنا بيشوف بريدج مزادة المية بتاعته اللي كان سابها لجلاس، فسأله انت جبت دي منين؟ قال لهم دي كانت مع شخص وقعت منه بعد ما سرق مننا الأحصنة. بريدج قال له ده ممكن يكون هوك، لأن فيتز فهمه ان هوك ضاع في الغابة، فسألوه عن مكانه قال لهم على بعد حوالي 13 ميل نحو الشمال الشرقي. الكابتن طلب منهم يحضروا الخيول، وهنا بدأ القلق والخوف يبان على ملامح فيتز. وبعد ساعات وصلوا للمكان وفعلا بيلاقوا شخص ماشي لوحده، فكروه هوك، لكنهم انصدموا لما لقوا جلاس، وأول ما شافهم بيسألهم هو فين؟ هو فين؟ الكابتن سبقهم ورجع للحصن وبيدور على فيتز، لكنه ما لقاهوش. قائد الكتيبة الفرنسية قال له أنا سمعته بيقول هروح لتكساس. الكابتن لما طلع للخزنة بتاعته لقاها اتسرقت، وبعد شوية كان وصل جلاس. الكابتن خرج لبريدج وبيضرب فيه وبيقول له أنت مسجون بتهمة الخيانة، وبعد عرض جلاس على الدكتور بيحكي للكابتن على اللي حصل معاه. وبيقول له أنا محتاج سلاح وحصان بس، لأنكم مش هتقدروا توصلوا له بدوني، ولو اتأخرتوا يوم واحد هيكون سبقنا وهرب. الكابتن كان بيحاول يمنعه وبيقول له لازم تتعافى الأول، مش لازم أبعتك هناك تاني. لكن جلاس كان متمسك بالحياة وتحمل كل ظروف رحلته علشان يرجع وينتقم من اللي قتل ابنه. وبياخد جلاس سلاح وحصان وبيخرج هو والكابتن، وبدأوا يتبعوا أثره في التلج. وبعد يوم كامل في طريقهم بيلاقوا حفرة وفيها نار، كان واضح إنها انطفت من وقت قليل، فبيعرفوا إنه قريب من المكان ده. والكابتن ماشي على حصانه بيطلع له فيتز من ورا تل جليدي ومصوب بندقيته في اتجاهه، بيقول له أنت إيه اللي خرجك الصبح كده بدري يا كابتن؟ أنت تايه؟ الكابتن قال له أنا هنا علشان أرجعك للحصن علشان تتحاكم بجريمة قتل، فبيطلق فيتز النار على الكابتن. ولما جلاس سمع صوت ضرب النار راح للمكان بسرعة، فلقى الكابتن مقتول. جلاس شخص ذكي ومفخخ بالحيل، هو اتأكد ان فيتز موجود هنا في المكان واكيد مراقبه، فبدأ يكسر في فروع الشجر، وبعد شوية بيظهر وهو راكب الحصان وساحب التاني وكأنه مكمل في طريقه. فيتز مراقبه وبيستنى اللحظة المناسبة وبيضرب عليه النار وبينزل يروح له علشان يتأكد. ولما رفع جاكيت الفرو لقى الكابتن وظهره مصلوب بفرع الشجرة، وهنا بيظهر جلاس وهو نايم على الحصان التاني وبيضرب فيتز بالنار في كتفه. فيتز هرب وهو مصاب، وجلاس بيجري وراه. فيتز تعب من الجري وهو مصاب فبيلحقه جلاس وبيبدأ يهاجمه بخنجر وبيطعنه انتقاما لابنه. وهنا بيشوف قبيلة أريكارا جايين في اتجاهه، لكنهم ما وقفوش وكأنهم مش شايفينه، فبيشوف جلاس بنت على الحصان ماشية ورا زعيم القبيلة، البنت دي اللي كان أنقذها من الجنود الفرنسية، علشان كده سابوه كملوا طريقه. جلاس أخيرا بتنطفي نيران الانتقام في قلبه وبيرمي جثة فيتز في النهر، ولما حاول يكمل طريقه ويرجع كانت إصابته ومرضه بيزيده وما كانش قادر يمشي. وهنا بيفقد جلاس الإحساس بالعالم اللي حواليه وبيشوف مراته بتظهر له وبتبتسم له وبتمشي وكأنها بتناديله. وهنا بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصات HD فيلم.